طيب دكتور في نصايح تانية ولا؟ لا تمام أوي. تمام كده؟ طيب حلو أوي. طيب طبعا يعني الفترة الحالية أكيد الكل خايف من موضوع الكورونا. عايزين كورس كده محترم للأطفال اللي هم سنهم فوق السنتين لرفع المناعة. فوق السنتين. هو طبعا أهم من المكملات الغذائية اللي هي بتزود المناعة لأطفالنا الأكل الصحي رقم واحد. يعني الصيدلية بتاعتك هي عند الراجل بتاع الخضار والفاكهة. هو ده أهم حاجة، أهم حتى من الدواء بتاعنا في الصيدليات. يعني حتى الأولاد اللي مش بيحبوا خضار الخضار والفاكهة اضغطوا عليهم اليومين دول، لازم لازم خضار وفاكهة، أكل صحي. يمكن الأجازة الطويلة دي ممكن تغيروا حتى نمط أو حب الأولاد للأكل يمشي صح، يبعدوا عن الأكلات الجاهزة والوجبات الجاهزة ويلجأهم للحاجات الصحية اللي زي دي، لأن دي اعتبروها دواء. إيه المشكلة ما نعتبر الخضار والفاكهة دواء؟ التفاحة الواحدة دي دايما يقول لك تفاحة في اليوم، لو استمريت على تفاحة واحدة في اليوم ممكن ما تزورش أي دكتور في الدنيا تاريخ في حياتك كلها. في بقى المكملات اللي ممكن نجيبها من الصيدلية للأطفال اللي هم من 3 سنين وطالع، يعني لازم ياخد حاجة فيتامينات متعددة. جسم عايز فيتامين بي، جسم عايز زنك، عايز فيتامين سي. احنا قلنا دايما من اول موضوع كورونا ما بدأ خالص هنا في الكبسولة، قلنا فيتامين سي فيتامين دال زنك. هم دول الابحاث العلمية سوابت. كلهم قالت ان هم دولا اللي فعلا بيأثروا على الجهاز المناعي وخصوصة كورونا، وكل البروتوكولات وكل حاجة بيشتغلوا على دولا. فانت ممكن تجيب لابنك حاجة فيتامينات متعددة فيها الفيتامينات دي كاملة، بتاخد معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة على حسب سن الطفل. بعد كده بقى برضو من الحاجات الهامة جدا زيوت الأوميجا 3 اللي هي بتشتغل على الالتهابات اللي موجودة في الجسم، فبتقلل الالتهابات فبالتالي بتزود الجهاز المناعي. في راس أوميجا عامل زي الكاندي، زي الجيلي كولا، زي الاستحلاب، بيبقى سهل جدا الطفل ياخدها. أقل من 6 سنين بياخد حباية يوم ويوم، أو أقل من 8 سنين ياخد يوم ويوم، بعد ال 8 سنين بياخد واحدة في اليوم زي الشوكولاتة كده. وفي برضو لو الأطفال ما بيحبوش ياخدوا أشربة، في أطفال متعبة في الدواء الشرب، ممكن في فيتامينات حديد وفيتامينات متعددة في شكل النوتيلا كده، شوكولاتة. إيه المشكلة نجيبها لأولادنا؟ يعني الشوكولاتة النوتيلا دي اللي هي الفيتامينات المتعددة مع الأوميجا في شكل في شكل كاندي أو شكل جيلي كولا. هاتهم لنا بقى جميل. زي ما قلنا لا وقيمتهم ممتازة جدا. وبننصح برضو لو أنت عندك طفل بيجيله نزلات شعبية كتير أو بيكح دايما، في حاجة في الصيدلية اسمها برونكوفاكسوم، هي ملهاش بديل تاني. البرونكوفاكسوم دي عبارة عن زي بكتيريا ميتة، زي مصل كده. الطفل بياخده 10 ايام من كل شهر لمده 3 شهور متتاليه، بيدي مناعه قويه جدا لاطفالنا اللي بيجي لهم ادوار كحه كتير يعني.